ولأحدثنكم بإذن الله تعالى حديثا كأنني أراه رأي العين. الهدف منه أن أبين بأننا نعيش الإفساد الثاني والأخير. نجد أن بني إسرائيل على من دخلوا في 1948؟ دخلوا على المسلمين. وهل هناك إفساد أكبر من محاولتهم قتل النبي عليه الصلاة والسلام وتواطئهم مع قريش؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فحديثي اليوم عن بيت المقدس والمسجد الأقصى انطلاقا من سورة الإسراء. ولأحدثنكم بإذن الله تعالى حديثا كأنني أراه رأي العين. وفضلت هذا التسجيل ليبقى حجة لي أو علي، وأسأل الله تعالى أن يجعله حجة لي يوم القيامة. هذا الحديث الهدف منه أن أبين بأننا نعيش الإفساد الثاني والأخير الذي ذكر الله تعالى في سورة الإسراء، وأننا على وشك أن نرى فتح بيت المقدس مرة أخرى كما بشرنا ربنا سبحانه وتعالى في سورة الإسراء. يقول الله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فالقضاء قضاءان: قضاء شرعي تكليفي، وقضاء كوني قدري حتمي الوقوع. فالقضاء التكليفي الشرعي قد يتخلف وقد لا يتخلف، كقوله تعالى: قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فهناك من يمتثل ويوحد الله ويحسن إلى والديه، وهناك من لا يمتثل فيسيء إلى والديه ويشرك بالله أو لا يؤمن بالله أصلا. هذا القضاء التكليفي الشرعي. أما القضاء الكوني القدري فهو حتمي الوقوع، لا بد أن يقع كما أخبر به ربنا سبحانه وتعالى أو أخبر به نبينا عليه الصلاة والسلام، كما في الحديث الصحيح: أعدد ستا بين يدي الساعة، موتي ثم فتح بيت المقدس وقد فتح في زمن عمر، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. هذا القضاء القدري الكوني لابد أن يتحقق، وهو الذي أخبر به ربنا سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فأقوال العلماء في هذا الباب ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن هذين الإفسادين قد مرا قبل مجيء الإسلام، والقول الثاني مر أحدهما قبل الإسلام، والثاني هو الذي نعيشه في زماننا اليوم. وقول ثالث وهو الذي أرجحه وأميل إليه، والذي ذهب إليه الشيخ الشعراوي وغيره، المفكر الداعي بسام جرار كذلك يقول به، هو أن هذين الإفسادين جاء بعد مجيء الإسلام، أي بعد نزول سورة الإسراء. فالقول الأول، معظم المفسرين والعلماء يعني في السلف الصالح قالوا بأن هذين الإفسادين مرا قبل مجيء الإسلام، وأن الله سلط
على بني إسرائيل كفارا ساموهم سوء العذاب ونكلوا بهم وشردوا بهم. وهذا القول اختلف العلماء في من سلط الله عليهم، وهذا الاختلاف في حد ذاته يبين بأن هناك يعني أكثر من إفسادين، كون العلماء اختلفوا. إذن هذا دليل على أن الإفسادين كانا يعني فوق الإفسادين. يبقى يعني القسم الثاني، وهو الإفساد الأول مرة قبل مجيء الإسلام، والإفساد الثاني بعد مجيء الإسلام، وهذا مستحيل الوقوع، مستحيل الوقوع ولا يمكن تحققه انطلاقا من القرآن الكريم. لأن الله تعالى لما قال وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. قضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، ماذا نعني بالكتاب؟ الكتاب هناك أقوال للعلماء، قيل الكتاب، العلماء الذين يقول بأن الإفسادين قد مر قبل مجيء الإسلام يقصدون بالكتاب التوراة، أي أعلمناهم، أنا يأتي التفسير أعلمناهم في التوراة بأن بني إسرائيل سيفسدون في الأرض مرتين ويعلون علوا كبيرا. قول آخر وهو الكتاب يقصد به اللوح المحفوظ، وطبعا اللوح المحفوظ فيه التوراة فيه القرآن. والقول الثالث والذي أميل إليه أن الكتاب هو القرآن الكريم، لأن سياق اللغة العربية وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن، فالتوكيد هو التوكيد في اللغة يفيد المستقبل، يعني بعد مجيء وبعد نزول هذه الصورة سيأتي هذين الإفسادين. فإذا ظرف لما يستقبل كذلك من الزمن، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار. والملاحظ لأن الإفساد الأول لم يطل فيه ربنا سبحانه وتعالى، تكلم فيه في آية واحدة، بينما الإفساد الثاني والأخير فصل فيه ربنا تفصيلا عجيبا لمن ألهمه الله استنباط هذا التفصيل في بداية السورة وفي آخر السورة. إذن قلنا بأن القسم أو كون الإفساد الأول مرة قبل مجيء الإسلام والإفساد الثاني بعد مجيء الإسلام مستحيل وقوع، لأن الله تعالى لما يذكر الإفساد الأول وكان وعدا مفعولا ثم ماذا قال؟ ثم رددنا لكم الكرة عليهم، أي مكناكم مرة أخرى يا بني إسرائيل ونصرناكم على عدوكم الأول. لكن إذا أسقطنا على واقعنا المعاش من ناحية السياسية ومن ناحية يعني الظروف الحالية التي نعيشها، نجد أن بني إسرائيل على من دخلوا في 1948؟ دخلوا على المسلمين. إذن هذه الكرة التي ردت لبني إسرائيل علما على المسلمين، إذن سيكون العبادة لنا الذين جاسوا خلال الديار لله تعالى رد لهم الكرة عليهم سيكون هم المسلمين، هم الذين انتصروا على بني إسرائيل في الأول، هم الذين جاسوا خلال الديار في عهد سيدنا عمر. لا، سيدنا عمر ما كانوش ليهود بيت المقدس. أنا كما يقول الشيخ الشعراوي وهذا والذي أميل إليه أن الإفساد الأول كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. وهل هناك إفساد أكبر من محاولتهم قتل النبي عليه الصلاة والسلام وتواطئهم مع قريش لاستئصال الفئة المؤمنة في مهدها؟ إذن فلهذا كان حتى الحديث في القرآن يعني آية واحدة وخلص الأمر، بينما الإفساد الثاني كما قلت فصل فيه ربنا سبحانه وتعالى تفصيلا عجيبا من بدايته إلى نهايته.
ونحن نعيش المرحلة شبه الأخيرة ديال نهاية بني إسرائيل. البداية ديالو في آخر سورة الإسراء، الله تعالى يقول ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا فرعون يا إني لأظنك يا موسى مسحورا، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فأراد أن يستفزهم من الأرض. إذن فرعون شنو بغى يدير؟ بغى يقتلهم ويشرد بهم ويخرجهم من ديارهم، فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. هنا واحد إشارة جميلة كنت انتقت من أحد الدعاة، قال لماذا قال الله تعالى فاسأل بني إسرائيل؟ لأن بني إسرائيل عاشوا نصرة الله لهم لما أراد فرعون أن يستفزهم ويخرجهم من ديارهم، وكيف أهلك فرعون وجنده، وكما جاء في سورة الحشر فاعتبروا يا أولي الأبصار، لأن سورة الحشر عندها علاقة بما يجري الآن في يعني في غزة، في فلسطين عموما وفي غزة خصوصا. فاسأل بني إسرائيل، لأن بني إسرائيل عاشوا الظلم والطغيان، بمعنى أن هذا الشيء الآن ما يحدث في غزة من قبل اليهود أرادوا أن يستفزوا كذلك أهل فلسطين وأهل غزة ويخرجوهم من ديارهم ويشردوا بهم، وأن سنة الله في خلقه ما حدث لفرعون مع بني إسرائيل سيحدث لبني إسرائيل مع أهل غزة إن شاء الله، وسنرى فتح الله قريبا بإذن الله.